طيب تمام. الأول إحنا بنرحب بيكم جميعا تواجدكم معانا النهارده محاضرة المهندس عمر سليم عن المدن الذكية المستدامة، وإن شاء الله تكون محاضرة شيقة ونستفيد كلنا منها. يعني دايما المهندس عمر محاضراته يعني بتكون الموضوعات مهمة لينا جميعا. هعرفكم بس بنفسي سريعا وهنقول جملتين يا باشمهندس عمر بعد إذنك على المبادرة، وحضرتك ممكن تبتدي على طول. مبادرة منصور من أجل مصر المستدامة طبعا هي مبادرة من مخرجات مبادرة كون سفيرا التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. احنا بيشرفنا ان المبادرة المؤسسين ليها وهم خريجين كون سفيرا ومعتمدين لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمدربين للتنمية المستدامة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. واحنا في الفترة اللي فاتت دي طبعا احنا عندنا اكتر من يعني 10 لجان متواجدة في المبادرة. بيشرفنا طبعا ان المهندس عمر معانا في لجنة التدريب في المبادرة. احنا في الفترة اللي فاتت دي عملنا محاضرات توعوية في الجامعات، في جامعة الازهر، رحنا جامعة المنصورة، رحنا الاكاديمية البحرية القرية الذكية، رحنا ابو قير، دربنا في اعضاء هيئه التدريس في الاكاديميه البحريه اسكندريه، ودربنا الساده اعضاء هيئه التدريس في كمان القريه الذكيه. وهي بتعتبر مبادره تخصصيه. يعني ايه تخصصيه؟ يعني احنا ما عندناش برنامج ثابت قد ما احنا بنكون المحتوى او البرنامج التدريبي بناء على المتلقي اللي عندنا على حسب الكليه اللي هي هيتعمل ليها التدريب. وطبعا بنعمل سلسله من المحاضرات دوريه كل ان شاء الله كل اسبوع بتكون مختصه في موضوع من الموضوعات المختلفه، وبيتم عمل طبعا شهادات تقدير. والحاجه اللي احنا اتفقنا عليها امبارح ان شاء الله ان الساده اللي هيحضروا مثلا 5 محاضرات احنا هيطلع لهم شهاده مجمعه ان هو مثلا حضر برنامج تدريبي في يعني هناخد فيها قرار هل هي 5 أو 6 بناء على الموضوعات احنا ممكن نطلع بيها ان هو خد دوره تدريبيه في التنميه المستدامه. فدي برضه هتكون حاجه كويسه ان الناس اللي بتحضر والناس اللي هي يهمها ان هي تعرف موضوعات مختلفه ان يكون الموضوع برضه غير الشهاده ان هو يكون كانه حاجه مفيده ليه يعني ان شاء الله. اي اسئله انا تحت امر حضراتكم. احنا طبعا حاليا مبادره منصور لجنه مصر المستدامه بتتكون من 86 عضو. احنا كلنا بنحاول ان احنا نسعى جاهدين ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، نقدم تدريب، نقدم محتوى متميز. لو حد من الساده الاعضاء حابب ان هو يضيف على كلامي طبعا يتفضل، لو في اي اسئله انا تحت امركم. ونسيب المجال للبشمهندس عمر سليم يقول يتفضل المحاضره بتاعته لو ما فيش اي اسئله. يعني اتفضل يا باشمهندس عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال في حد بيسال سؤال بيقول ليه التطوع في اللجان مش شغال؟ هو لا، هو التطوع احنا فتحنا الباب وتقدم اكتر من ال 200 واحد واحنا خدنا 86. فالفتره دي بس احنا يعني دكتور ابراهيم موجود معانا اهو لجنه التخطيط. احنا دلوقتي بنعمل بس الهيكله بتاعت المبادره، فمجرد اما الهيكله دي تبقى تمام واللجان يعني كل شيء في رؤيه وفي رساله وكل حاجه مظبوطه هنبدا ان احنا نفتح باب التطوع تاني لاي حد حابب ان هو يكون منضم لينا. وده شرف لينا طبعا ان الناس تكون حابه ان هي تكون متواجده معانا. ده سؤال الموجود في الشات اللي هو الاستاذ رجب ده محمود في الصعيد. طيب لا، احنا ان شاء الله في الصعيد حابين ان احنا يكون لنا تواجد ان شاء الله في الصعيد والدلتا تحديدا، لان طبعا عارفين ان في بعض المحافظات اللي بيكون التدريب ده ما بيوصلهمش. فاحنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه الدلتا والصعيد هيكون تحت امر، يعني ان شاء الله هنعمل فيها حاجه هناك. وارجو ان حضرتك تتواصل معانا على صفحه المبادره لو كده ممكن نرتب حاجه في الصعيد، مفيش اي مشكله خالص. في اي اسئله تاني؟ طيب خلاص اتفضل يا باشمهندس عمر، احنا مع حضرتك وكلنا اذان صاغيه يعني. ولو في اي اسئله بقى تانية احنا ممكن نجاوبها في اخر المحاضره ان شاء الله.
انا بس دي واحده اعمل ريكورد بعد اذنك. ريكوردينج ان بروجريس. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا الا وهو المدن الذكيه المستدامه. عايزين مدن ذكيه مستدامه وايه اهميه الموضوع دوت. انا اسمي عمر سليم واتشرف بان انا عضو في منسوب من اجل مصر المستدامه. طيب ومن ضمن الاهداف بتاعه التنميه المستدامه سواء في مصر او في بقيه الدول اللي هي ان يبقى في المدن المستدامه اللي هو الهدف رقم 11 ان احنا عايزين مدن مستدامه. واهميه الموضوع دوت ان اغلب العالم كله بيسكن في المدن. ولو جينا نبص صوره مثلا زي كده انا ما رضيتش اجيب صوره من مصر, جبت صوره من الصين. تمام, اغلب الصور دي من الصين. فزي ما انت شايف والهند, فبتلاقي في زحمه رهيبه جدا, في مشاكل ضخمه جدا. فازاي ان احنا نقدر نحل المشاكل ديت؟ ازاي ان احنا باستخدام التكنولوجيا الحديثه, باستخدام الافكار القويه جدا زي مثلا افكار مهندس حسن فتحي وغيره, نقدر ان احنا نعمل حاجه تفيد الانسان. هدفنا خدمه الانسان من اجل ان ربنا يرضى علينا وان احنا نعمل حاجه تكون مفيده للبشريه ان شاء الله. ممكن تكون حاجه بسيطه جدا, يعني انت مش لازم تحول البلد 100%, مش لازم كل الحاجات اللي موجوده تعملها. لو تقدر تعمل حاجه واحده بس في التصميم بتاعك, بدل ما الموظف بياخد ساعتين في المواصلات بقى ياخد ساعه, بقى ياخد ساعه الا ربع, فده انجاز, دي حاجه كويسه جدا تحسب لك. فمش لازم ان انا مدينه مستدامه ان انا اعمل كل الحاجات بتاعت مدينه مستدامه, ممكن اعمل حاجه او اتنين منهم مش مشكله, المهم ان انا حسنت حياه الانسان اللي موجود في المدينه. لان 68% من العالم على سنه 2050 هيكون ساكن في المدن العملاقه الضخمه. ولو سالنا الناس اللي موجوده في الشات او الموجوده في هنا, الناس كده تقول ساكن في مدينه ولا في الريف, انا واثق ان تقريبا 100% هتلاقي ساكن في المدن. فهي الفكره كلها ازاي نحل المشاكل اللي موجوده. يعني يا ريت كل واحد يقول مثلا لو ساكن في مدينه او قريه او ايه المدينه اللي هو موجود فيها. واحنا عندنا دلوقتي مشكله كبيره جدا, الزحمه اللي موجوده وعدد السكان بيزيد. فلازم اللي بيصمم المدينه يكون عامل حسابه ان هو يخلي في سهوله في الوصول للحاجه, في ممكن الواحد يقدر يوصل بسهوله جدا للاماكن بتاعته, حتى لو ما لقاش مثلا ما عندوش سياره ازاي يقدر يوصل بسهوله. لان احنا المدن العملاقه اللي موجوده دلوقتي فيها مشاكل من اول ما بدات فكره المدن تظهر, وهي في مشاكل موجوده سواء مثلا في فرنسا في بريطانيا. المشاكل اللي ظهرت فيهم اول ما بدات المدن ديت كانت مشكله ان شبكه الصرف الصحي ما كانتش قادره تستحمل العدد الكبير اللي جه. لما بدات الثوره الصناعيه الاولى بدا ناس كتير تهجر من الريف وتروح للمدينه, فاصبح في تكدس السكان رهيب جدا اكبر بكتير من قدره الشبكه بتاعه الصرف الصحي وشبكه الميه والشبكات اللي موجوده. فمره واحده المدينه اتدمرت بسبب حاجه زي كده. تمام, فاحنا عندنا حاجات كتيره جدا ممكن نصلح بيها حياه الانسان, وهنبدا ان احنا نشوفها ونفهم مع بعض كده. هتعلم منكم برضو ايه هي فكره الطاقه الذكيه, ايه فكره السكن الذكي, ايه فكره الميه الذكيه, ايه فكره الحكومه الذكيه. تمام, ايه المجتمع الذكي, ايه الحاجات ديت اللي احنا نقدر بسهوله واحده واحده نعملها. ممكن في منطقتك تقدر تخش تعمل حاجه صغيره واحده واحده فتحسن حياه الناس. ومفيش مدينه في العالم عملت كل حاجه. تمام, هنا مثلا في مدينه من المدن بدات انها تعمل مدينه ذكيه بحيث ان تبقى في الاشاره بتاعه المرور ما بتفضلش مثلا قايده لمده 5 دقائق او 6 دقائق, لا هي بتبقى بتشوف العربيات هنا قد ايه. لو مفيش عربيه خلاص الاشاره ما بتتحولش لاخضر, اوتوماتيك بتشوف الحاجات. انت في تطبيق دلوقتي موجود في الموبايل في خاص ببعض المدن يقول لك فين اقرب باركنج, بدل ما تقعد تلف ساعه حوالين المكان اللي هتركن فيه, لا انت ممكن تدوس عليه فيقول لك اقرب باركنج فين, فتروح على طول تركن فيه. فده بيوفر زحمه وبيوفر الوقت بتاعك وبيوفر يعني بيسهل حاجات المواطنين, وده اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا باستخدام التكنولوجيا الذكيه وباستخدام قيمه المعلومات نقدر ان احنا واحده واحده نحل المشاكل اللي موجوده. وزي ما بنقول مش لازم نقول ايه والله احنا عايزين نبقى مثلا زي دبي او ابو ظبي, لا ممكن واحده واحده تبدا واحده واحده. طيب
ايه هي فكرة المدينة الذكية؟ هي مدينة بتستخدم الأدوات الحديثة في إنها تحسن حياة المواطنين وتحسن حياة السكان بتاعتها للأفضل. ومن ضمن الحاجات الأساسية زي ما نشوف مع بعض حاجة أساسية جدا ما ينفعش نقول على المدينة الذكية وهي مش موجودة فيها، موضوع الأماكن الخضراء. يعني لازم يكون في مساحة الأطفال تلعب فيها. يعني من الآخر كده بالبلدي، لو المدينة دي ما فيش مكان الأطفال بيعرفوا يلعبوا فيها استغمية، تمام، ما تبقاش مدينة ذكية. لازم يبقى في أماكن مخصصة إن الأطفال تقدر تلعب فيها، ويبقى في حدائق الناس تتنفس فيها. فتخيل إن هم يعملوا مدينة ذكية وفيها سنسور كتير، حساس كتير في كل مكان، لكن أنت طول الوقت في مشاكل في التنفس نتيجة التلوث اللي موجود كتير، ونتيجة إن المكان كله مفيش أشجار ومفيش حاجات. فدي أكيد هتلاقي نفسك مخنوق من المدينة وبتسيب المدينة وبتدور على أماكن تاني. ففي حاجات كتيرة جدا بتقول لنا إن المدينة دي ذكية، زي مثلا المواصلات، يكون في مواصلات عامة تبقى عارف إن وأنت واقف بيقول لك الأتوبيس قدامه 3 دقايق أو 4 دقايق. دي مش رقم ثابت، يعني هو مش هيجي الساعة 7 يبقى يقول لك خلاص ناقص 3، لا هو عارف اللوكيشن بتاع السيارة دي فين. فدي حاجة مهمة جدا اللي هي مشاركة المعلومات. تمام، الحكومة الذكية مقصود بيها إن الحكومة بتشارك المعلومات مع الأفراد، وهنشوف مع بعض الدول مشاركة المعلومات. أنا مش مواطن في الدول دي، بس من حقي إن أنا أدوس أدخل على المعلومات بتاعتها وأعرف كل المشاكل الموجودة، كل الأماكن الخضراء، وكل الأماكن اللي حصل فيها حوادث، وكل الأماكن، وأقدر، ودي أوبن سورس، أقدر إن أنا أخد المعلومات دي وأحطها في موبايل وأبيع الموبايل دوت، أو يعني أحطه في تطبيق على الموبايل وأبيع التطبيق دوت إخوانا ببلاش أو بفلوس. اللي عايز يعرف المعلومه دي اهيت، تمام. يعني في ناس خدوا مثلا تطبيق وحط مثلا اماكن للدرجات، فيقول لك في اي مكان قول مثلا عايز دراجه ودوس هتقدر توصل، تعرف فين اقرب مكان تاخد منه الدراجه مثلا، ممكن تبقى ببلاش او ممكن تبقى بفلوس تاجرها مثلا. من ضمن الحاجات مثلا ان لو حصل حاجه لا قدر الله، انا مثلا في مدينه المدن تعبت فاتصلت بالاسعاف، فخلال 3 دقائق كان وصل عندي، 3 دقائق بالظبط، تمام. انت فين؟ قول لي رقم الشارع هناك، رقم مش اسم الشارع، بحيث ان هو ما يتلخبطش. بدل ما يكتب مثلا ايه تومان باي، بدل ما يكتبه تومان باي مثلا باليه ولا بالالف ولا ليه، لا هو رقم، بيكتب الرقم فالعربيه تعرف فين، فيقدر يبعت لاقرب عربيه اسعاف في واحد في المكان الفلاني فيقدر يوصل له الموضوع ده. واهم من كده ان اصبح المواطن الذكي، المواطن الذكي اللي هو راكب العربيه اول ما يلاقي عربيه اسعاف يوسع لها. يعني التكنولوجيا كلها لو ما فيش عندنا المواطن الذكي وما قدرناش نوجد مواطن يقدر يتعامل مع التكنولوجيا دي هتفشل. يعني تخيل مثلا ان احنا عايزين نوفر، مثلا اضرب مثال بسيط، الحمام اعزكم الله دورة المياه، في مكان لو انت عايز تحط مياه كتير في القعده او مياه قليله حسب ما انت عايز، هو الراجل مش عارف فبيدوس كل مره على مياه كتير وبيزيد استهلاك المياه. فانت رغم ان انت وفرت تكنولوجيا، بس لان هو مش عارف المعلومه ما قدرش ان هو يوفر ميه. انت حاطط مثلا اماكن بحيث ان المشي لما يحب يعدي يدوس على زرار فيبقى ينور احمر وينور اخضر لما يحب ان هو يعدي. فكل الحاجات دي لازم تبقى متواجده ويكون المواطن يعرفها. من اهم الحاجات برضه في المدينه الذكيه ان يكون في جامعه، ما ينفعش ان يكون الناس تروح مدينه تانية عشان انها تتعلم. فمهم جدا بالنسبه لنا من ضمن الاهداف اللي احنا بنحطها الاير كواليتي، جوده الهواء. لازم نعرف ازاي نخلي المدينه دي الهواء فيها جيد، لان امراض كتيره بتنتشر. على فكره مصطلح المدينه الذكيه تغير تماما بسبب كوفيد 19، المصطلح نفسه تغير. يعني ما ينفعش يبقى في مدينه ذكيه وامكانيه وفرص انتقال الامراض منتشره، فلا لازم نراعي الموضوع ان يبقى في مساحات معينه بحيث ان ما يحصلش تناقل الامراض، يبقى في تطبيق مثلا على الموبايل لو واحد عيان ما يقدرش يدخل المكان دوت وهكذا. يبقى في ديجيتال ترانسفورميشن، يبقى في نقل البيانات، يبقى في جرين اربن اريا. الله، احنا بنتكلم على المدينه المستدامه ولا المدينه الذكيه؟ ما ينفعش مدينه ذكيه ومفيش فيها جرين اربن اريا، ما ينفعش مدينه ذكيه ومبقاش فيها منطقه خضراء. الحفاظ على الطاقه، تمام، من ضمن الاهداف ان احنا نحافظ على الميه، نحافظ على الطاقه، اهي نقلل الهدر، الويست مانجمنت. ومفيش مدينة في العالم كله 100% مدينة ذكية. هنتعرض لبعض المدن وصلت لدرجة معينة، يعني بتبقى عبارة عن نقط، في منظمات بتبدأ تقيس فكرة المدن الذكية، وفي نقط
بس ما فيش مدينه واخده 100%، في واحده بتبقى قويه في كذا، في واحده قويه في كذا وهكذا. فهنلاقي عندنا السمارت موبيلتي في من ضمن مثلا ممكن ما دام المعلومات متوفره، ممكن مثلا حاجه زي تطبيق على الموبايل، تطبيق على الموبايل مثلا لو انا كلنا مثلا موجودين في الشيخ زايد وعايزين نروح مثلا مدينه نصر، فكذا واحد ممكن يسجل وعربيه تيجي تاخدهم الثلاثه اربعه دول بدل ما واحد يروح في عربيه لوحده، فدي هتبقى حاجه كويسه. الهيلثي موجود مثلا في بعض المدن، ان لو موظف ووالده تعبان او كبير في السن فبيركبوا له جهاز مجاني، بيجي يركبوه في الشقه عنده، بحيث لو طبعا ما فيش واحد يقعد يراقبه 24 ساعه، بس لو حصل حركه مفاجاه مره واحده او سكون مره واحده بيبعت العربيه الاسعاف خلي بالكم في حصل حركه غير طبيعيه في المكان الفلاني، فتروح جايه وتشوف الراجل ده حصل له ايه. فاحنا مهم بالنسبه لنا ان احنا بنتشارك المعلومات، بيبقى في سريه في الموضوع عشان ما حدش يستخدم المعلومات دي بشكل خاطئ، يكون متوفر الانترنت في كل مكان، انترنت قوي لان ممكن حاجه كتير تفشل بسبب ان الانترنت ضعيف في المكان، يكون في مثلا صيانه للطرق، في تطبيقات او في معلومات عن ازاي صيانه الطرق ديت. فاحنا هنا بنتكلم على تكامل لاكثر من حاجه، الحكومه الذكيه بتشارك المعلومات وما بتاخدش قرار غير لما تستشير الناس، يعني عندها كذا مشروع ممكن تشتغل فيهم، ففي تطبيق معين بتدخل عليه وبتقول يا اخوانا احنا عايزين الشعب يقول رايه، وايه رايكم انسب مشروع ننفذه دلوقتي، ده ولا ده ولا دوت، فهم حسب حاجتهم يقولوا والله احنا محتاجين مثلا مشروع خاص بالرعايه الصحيه، لا احنا محتاجين الاهتمام بالسياحه، لا احنا شايفين ان انسب حاجه لنا كذا، والحاجه اللي اغلب الشعب يوافق عليها هي دي اللي الحكومه تبدا تركز عليها. فمحتاجين يبقى في وعي من الناس اهم حاجه، لان المشروع معمول للناس وهينتهي للناس. دي مثلا صوره في احدى الاماكن موجود اللوحه دي شفتها في كذا مكان، بتروح دايس مثلا تعرف الحاجه دي تيجي امتى، تمام، الاتوبيس مثلا قدامه قد ايه، يقول لك مثلا قدام 3 دقايق، طب انا عايز اروح مكان بعيد، ايه انسب مواصلات ممكن اروحها وهكذا، ويكون في امكانيه لكل الناس، حتى لو الشخص مثلا عنده نوع من انواع الاعاقه فهو يقدر يتعامل مع الحاجه ديت، تمام. دي ان يبقى في المواطن الذكي والحكومه الذكيه، الحكومه الذكيه بيبقى في تعامل بينها وبين المواطن وبين اصحاب العمال وبينها وبين الشركات وهكذا، فبيبقى هدفنا ان احنا طبعا اي حاجه مثلا فيها سكيورتي بنهتم بيها، ان مثلا لو في كاميرات موجوده بحيث لو حصل سرقه لا قدر الله يقدر نجيب الجاني، لما المجرمين يعرفوا ان في كاميرات في كل مكان ده بيقلل الجريمه، لما يبقى في مثلا حد اتحرك حركه مريبه او طلع مثلا مسدس، فالذكاء الصناعي ممكن يقفل الطريق عليه بحيث ويبلغ بيه الشرطه ويطلق صفاره انذار بحيث ان هو يرهب الناس. محتاجين ان احنا نهتم بموضوع السياحه، تمام، لان احنا بلدنا بلد يعني غنيه بالاثار والحاجات ديت، فاحنا محتاجين ان احنا نعرف السياح بالاثار بتاعتنا ونعرف اللي بيلاقي فيها امن وامان ويلاقي فيها كل الخدمات والمعلومات اللي هو ممكن يحتاجها. نحافظ على الطاقه في المباني، الاشخاص، الانفراستراكشر، المواصلات، يعني نبدا نشوف ايه السيارات مثلا اللي بتستخدم الطاقات زي الشمس او اي طاقه ما تكونش بتلوث المكان، لان الموضوع فعلا مهم جدا. موضوع السستينابيلتي من اهم المواضيع اللي ممكن احنا نركز عليها، وهو مش خاص بحد معين، مش خاص بالمعماري ولا الانشائي ولا الكهروميكانيكال، لا لازم كلنا نتعاون في ان احنا نعمل الاستدامه بشكل حلو جدا، على اساس ان احنا المباني والطرق والمدن بتستهلك كتير جدا من الطاقه ومن الميه ومن التلوث، ومسؤول عن الكربون، يعني التلوث اللي بيطلع من المباني مش اقل من التلوث اللي بيطلع من العربيات، فاحنا محتاجين ان احنا نصمم صح ونهتم بالحاجات دي، بحيث ان احنا لو قدرنا ان احنا نهتم بالموضوع دوت ونطور المدن بتاعتنا، فده هيعود بالشكل الايجابي على الصحة بتاعت الإنسان.
ده مثلا لو قلنا ان المدينه هي جسم الانسان، فهنلاقي ان في هنا الحاجات الاساسيه اللي هي المدن ديت، ممكن نقول انها الكتل هنا، وهنا الطرق دي هي الشرايين اللي موجوده عنده، وهنا مثلا الهواء، وده مثلا ده لندن بيديني كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. طيب ولازم يكون في الرئه موجوده. طيب حد يقدر يقول لي المكان ده فين؟ المنطقه الجميله ديت، اكتبوا لي في الشات كده لو حد عارف المنطقه ديت. تمام، على ما نفتح لكم الموقع دوت. ده موقع هو يو كي، ده في بريطانيا. كل نقطة من دول بيبدأ يقول لك التري بلانت دي، الأشجار اللي موجودة، البروجكت نيم، ستريت، بيقول لك كل الحاجات الخاصة بيه، الأشجار موجودة هي. تقدر تحصل على المعلومات ديت وتقدر إن أنت تستفاد منها. حديقة الأزهر، مظبوط، حديقة الأزهر هي رقة القاهرة، مشروع من المشروعات العملاقة، أو يعتبر فعلا رقة القاهرة زي ما باشمهندس سامح قال. دكتورة ليلى المصري، مظبوط، صح، مهندسة وسام. فده من المشروعات القوية جدا. من غير المشروعات اللي هي مهتمة بالاستدامة ما تبقاش مدينة ذكية. ايه ده، هي القاهرة مدينة ذكية؟ اه، نوعا ما القاهرة من ضمن المدن اللي واخدة درجة حلوة في المدن الذكية. محتاجين ان احنا نهتم بيها اكتر، محتاجين ان احنا يبقى في كل شوية، طب ايه الفكرة اللي احنا نقدر نطبقها على مدينة قائمة؟ مش بنتكلم على المدن الجديدة، المدن الجديدة سهل ان انت تحط فيها كل الافكار. تمام، يعني من ضمن الافكار مثلا اللي عجبتني كانت حاجة موجودة في اسبانيا، ان هم ما فيش عربيات زبالة موجودة، ما فيش عربيات. صحيح صحيح، تاريخيا ده كان مكب نفايات بقاله سنين من ايام المماليك، وهم جم نظفوه وعملوا الحاجات دي كلها. في اسبانيا مفيش عربيات تلم الزبالة عزكم الله، لا، هي عمل مواسير تحت الارض، انت تحط الكمامه وهو يشفطها فتوصل للمكان الرئيسي. تمام، فمبقاش في عربيات زباله. في مدن قالت لك احنا ننظم ونخلي عربيات الزباله دي الساعه 2 بالليل و3 بالليل عشان ما تبقاش تسبب تشارك في الزحمه وحاجات زي كده. لا، هم حل المشكله دي خالص. ليه؟ لانها مدينه لسه بتتبني. انما مدينه مثلا زي مدينه القاهره في افكار كتير نقدر نطبقها بحيث ان احنا نحسن الحياه. من ضمن الحاجات البسيطه جدا ان انت تشيل الضرائب مثلا من على الالواح الشمسيه، بحيث ان الناس كلها تبدا تطبق فكره الالواح الشمسيه، ان احنا المكان ده كله لو اهتمينا ان الناس تزرع الاسطح، انا بتكلم على الصوره اللي قدامي بس، ان السطح لا اما تزرعه لا اما تحط فيه الواح طاقه شمسيه وتبقى اسعارها رخيصه، ده هيفرق كتير جدا مع المدينه. هو الفكره بس مجرد تخطيط وتنظيم، ونبدا نشوف ايه الافكار الحلوه في المدينه ونستفاد منها. ده تخيل بقى لو قللنا، ده اقل حاجه، ان احنا كل مواطن بيوفر من ربع لنص ساعه كل يوم في ان هو بس بيروح بدري. دي ابسط حاجه، يعني ممكن تبقى اكتر من كده. هنقلل الجريمه بنسبه 30 ل 40%. الجريمه انت لو صممت فعلا صح، يعني دي محتاجه محاضره لوحديها، الجريمه مع العمران، يعني نحن نشكل مدننا ومدننا تعيد تشكيلنا. ان احنا لو فعلا مصممين صح ممكن من خلال التصميم ده نقلل الجريمه اللي موجوده في البلاد بتاعتنا. من ضمن الحاجات الاساسيه جدا عشان نعمل الموضوع دوت ان يكون في انترنت اوف ثينجز، اللي هو ان الاجهزه موجوده، الانترنت، كل حاجه، كل الاجهزه متصل بالانترنت، حتى اشارات المرور مثلا هنا، فانا بقدر اجمع المعلومات دي في مكان لوحده، واقدر من خلال البيج داتا، كميه المعلومات الرهيبه، احللها واقدر احول الداتا دي لانفورميشن او معلومات اقدر ان انا استفاد منها. فانا عندنا هنا اساسي بالنسبه لي البيج داتا، وان انا اشارك المعلومات، وان انا احول الموضوع لجيمفيكيشن اللي هي الناس تستفاد منها، بس تحس انها لعبه وبتستفاد منها. فاحنا من ضمن الاهداف بتاعتنا الاساسيه اللي هو الانسان، الكواليتي اوف لايف، جوده الحياه، نحسن جوده الانسان، يبقى عندنا سمارت هيلث، يبقى عندنا سمارت اديوكيشنال، يبقى عندنا سمارت ايربورت، كل الحاجات تبقى فيها معلومات بنشاركها مع بعض. تمام، تبقى في تخطيط جيد، وده اللي هيساعد ان انا اعرف ان المدينه دي مثلا ما فيش فيها تلوث، وان مثلا مرض كوفيد 19 دخل في المدن اللي حواليها لكن هنا صعب ان هو يدخله، فده هتبقى حاجه كويسه جدا.
او دي اجهزه مثلا اير كواليتي سنسور، في سنسور بيراقب الهواء وممكن يقول لي مثلا لا ده في المنطقه دي بقى هواء قليل، فادور على سبب الموضوع دوت، ايه هل في سحب، هل في كذا، في ضوضاء في المكان دوت. تمام. من ضمن الحاجات الظريفه كانوا عملوا في اشاره مرور في الهند ان لو لقوا كلاكس الوقت يزيد، يعني في عداد كده بيقول له ان الشرطه تسحب كمان 30 ثانيه، لو حد ضرب كلاكس تبقى 40، لو ضربوا كلاكس تاني تبقى دقيقه، وهكذا بحيث الناس تتعود انها ما تضربش كلاكسات خالص. دي السمارت بيكس او الدراجات، تقدر تروح هناك وبالموبايل تحجز مثلا ساعه او ساعتين وبيتخصم منك الفلوس وتقدر تروح ما انت عايز. وفي سنسور مثلا للميه بتزيد بتقل، فنقدر ان احنا ناخد قرار. في حاجه بتتعمل اسمها التوأم الرقمي، بنجمع المعلومات من كل مكان بحيث ان احنا نقدر نستخدمها. وطبعا في برامج، في برامج من برامج البيم بتفيدنا زي الاي اس، ده ممتاز جدا في موضوع المدن، فبقدر ان انا قبل ما اقول للناس تعالوا اشتروا في المدينه اعمل اناليسيز سواء للسولار، لللو كربون، للمناخ، للانرجي كربون، لكل الحاجات دي. يعني اعتقد ان انا فاتحه تمام. ده مخصص للمدن. تمام. ده برنامج ممتاز جدا اي اس، ده بنديله مدينه كامله ونبدا بقى ان احنا نقسم نشوف والله المبنى اللي هيتعمل جديد ده هيبقى وضعه ايه وحاجات زي ده. مثلا برنامج ديزاين بيلدر، ده بكل بساطه بيقدر يقول لك الهواء هيبقى ماشي ازاي، طب الهيتنج ديزاين، طب الكولينج ديزاين سيموليشن، الحاجات دي بتفيد ايه في ايه. انا ممكن اصمم مدينه بس ما اعرفش المشاكل بتاعتها غير بعد ما الناس تسكن فيها، يعني بعد 10 سنين يجي لي ايه الفيدباك او التغذيه العكسيه فيقول لي خلي بالك انت كان عندك مشكله، ابقى راعيها في المشروع اللي بعد كده. لا، من خلال التصميم يبدا ينبهني ان في حاجه عندي غلط مثلا في التصميم فاحسن التصميم بتاعي. في مشاريع احنا شغالين فيها فيها نفس القصه. فده بيحتاج ان احنا كلنا نتكامل مع بعض بحيث ان احنا نعمل سيموليشن بشكل قوي، ان كل المعماري والانشائي والكهروميكانيكا نتعاون مع بعض. اسامي البرامج انا هشارك معاكم ان شاء الله البرزنتيشن، فهتلاقوا فيها اسامي البرامج. اي اس مثلا ده اشهر واحد فيهم، اي اس، وفي انفي، وفي ديزاين بيلدر. ده مثلا اعتقد ده كان في مسقط في عمان، كان تحليل مثلا للسولار، اشعه الشمس والحاجات دي كلها. طبعا في الصيف، في الشتاء، طب في اليوم كذا، طب في كذا، ده الانرجي اناليسيس. طب الهواء اللي هيبقى جاي ازاي، ممكن تكون في مبنى هيتعمل جنبك كبير مثلا، فهل ده هيصد الرياح عندك، ده هيعمل لك مشكله. طيب عشان نعمل الموضوع التوأم الرقمي ده، الموضوع محتاج تكامل كذا حاجه مع بعض، يعني ما ينفعش ايه تقول هي تكنولوجيا البيم وخلاص، او لا ده في تكنولوجيا اسمها البيم مع تكنولوجيا الجي اي اس، مع ان احنا بقى عندنا معلومات، بنستخدم كذا ليزر سكان يعمل لنا ال 3 داتا كابتشر، بياخدوا البيانات ويبقى عندي توأم رقمي. احنا كنا عملنا مبادره في حاجه في الصعيد تبع، والحمد لله خدنا فيها مركز حلو يعني التطبيق للحاجات ديت. فالحمد لله الواحد شغال في الحاجات دي شويه، فعارف ان الموضوع فيه كذا تكنولوجيا، مش هي تكنولوجيا واحده بس، ما ينفعش واحد يقوم بيها، لازم تكامل كذا حاجه مع بعض. تمام. بيبقى عندي مثلا موضوع الفيرتشوال رياليتي، ان انا ابقى شايف المدينه تبقى عامله ازاي، اتخيل مدينه. في دلوقتي السيارات اللي هي ذاتيه القياده، تمام، دي برضو من ضمن الحاجات، في لو انت تعبت مثلا هو يبدا ينبهك للحاجه. تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي انا شفتها، ويعني ان انا ممكن ادخل مثلا، هو الموضوع ده انتشر بعد كوفيد 19، ممكن ادخل مثلا سوبر ماركت واخش واشتري واخرج من غير ما يكون معايا فلوس ولا الفيزا ولا حاجه خالص، من خلال بصمه العين، ان هو بصمه العين بيبدا يشوفها، فيبدا بصمه العين دي متسجله باني فيزا فيخصم منها الفلوس. ده متعمل ليه؟ على اساس ان تقليل التعامل بالاوراق الماليه، لان ممكن تنقل الفيروسات. فتخيل انت ناسي البطاقه وناسي كل حاجه لكن موجود، وحتى يعني اصبح كتير جدا ان على الموبايل بيلاقي فيه حاجات ان هو يدفع من خلالها، مجرد حد يقول لك حاسب فبتدي له الموبايل ويبدا ان هو ايه يخصم. وفي كذا كارت فيزا وكده،
بمجرد الواي فاي، من غير حتى ما تكتب كلمه سر، مجرد تحطه كده يبدا ان هو ايه يخسر منك الحاجه. فده وفي نوع قوي جدا من الذكاء الصناعي، يعني هو بيعمل حاجات انت اصلا ما برمجتوش بس هو بيتعود عليها. ده مثلا مثال لموضوع الليزر سكان اشتغلنا فيه شويه في الصعيد اهو، كرييت 3 دي ديجيتال سيتيز، مدن كامله. اعتقد ان البلد الوحيده اللي اتعمل ليزر سكان كامله كانت البحرين، 3 دي ديجيتال سيتي اهو. والمدينه العاصمه الاداريه الجديده ناس كتير شغاله في موضوع الليزر سكان. دي بعض التطبيقات، وانا حاطط التطبيقات بالذات اللي هي الاوبن سورس والمجانيه عشان لو حد عايز ان هو يتعرف عليها. هنا بتراقب بقى كل حاجه بتحصل في المدينه، بحيث مثلا لو درجه الحراره زادت ده ممكن تحصل حرائق في المكان الفلاني، ابعت سيارات الاسعاف والمرور دلوقتي. تمام، يعني قبل ما تحصل حريقه ده انا جه عندي حاجه في الطاقم الرقمي ان هنا الحراره بدات تزيد من الشمس، فخلي بالنا من الحاجات ديت اهو. دي اماكن سامحه ان انا اعرف كل البيانات رغم ان انا مش مواطن في البلد دي. لو انا مواطن وبدفع الضرايب فحسب القوانين ان انا اقدر اعرف كل الحاجات دي. دي هي بتراقب كل حاجه بتحصل في البلد. تمام، طيب عايزين نشوفها عملي. دي اماكن الحوادث او الحرائق اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت، فممكن تقول انا عايز اشوف الحوادث بتاعت في 2019 وهكذا، فيبدا يجيب لك كل المعلومات اللي موجوده عنها. تمام، دي محطوطة على خريطة من خرائط الأوبن ستريت ماب. تمام، وبيقول لك لو أنت عايز تعمل تطبيق وتاخد المعلومات دي تقدر تاخدها مجاني، بيبدأ يديك رابط تحطه في الموبايل بتاعك بيجيب لك كل المعلومات. ففكرة لذيذة موضوع التوأم الرقمي دوت. السمارت سيتي بيبقى فيها سوشيال، المجتمع ومنها المواطن، الاقتصاد، الايكولوجي. موضوع الاستدامه ده جزء لا يتجزا من السمارت سيتي، يعني مفيش حد هيحب يقعد في مكان يكون فيه تلوث ويكون فيه اهدار للميه والحاجات دي كلها. الديجيتال توينز اللي هو التوأم الرقمي، سنسور في كل مكان بيبدا ياخد لنا المعلومات. السنسور ده مش بيديني المعلومات بس، ده عنده قدرة ان هو ياخد القرار. اقدر محتاج ان انا اخد قرار سريع زي مثلا ايه، اقفل السد ده او اقفل الطريق دوت او كذا، هو اوتوماتيك ياخد الطريق. وعنده ذكاء صناعي بيراقب كل حاجة انا بعملها عشان يبقى عنده قدرية اكبر بعد كده على اتخاذ القرار. فده المكان، المدينة الحقيقية، وده الديجيتال توينز. وكل معلومة بتحصل بتبدأ تحصل ياخد المعلومات هنا. واي حاجة بقى بتنبأ بقى ان في أزمة مرور هتحصل يوم الثلاثاء الجاي الساعة 6، فالحق بسرعة الطريق دوت، افتح الطريق التاني وهكذا. أنا عرفت إن في زحمة هتحصل بعد كذا يوم، فببدأ آخد الاحتياطات وإن أنا أحسن الطريق بحيث إنها توصل بشكل أسرع. في مدن كتيرة مثلا زي سنغافورة بتقدر تدخل وتدوس على أي بيت معرق، يعني راجل سامح بالمعاد تشارك معاه لأنه مثلا عايز يأجره أو كده، تاخد كل المعلومات اللي أنت عايزها عن المكان دوت. ودي معلومات دايناميك، يعني بتقدر تاخد المعلومات المكان ده درجة حرارة فيه قد إيه، استهلاك المية قد إيه، الحاجات دي كلها. فأنا عندي دلوقتي فكرة البيم أصبحت جزء من الديجيتال توينز مع الجي أي إس مع الذكاء الصناعي. كل الحاجات دي بيؤدي لجودة ورفاهية الإنسان اللي هيبقى موجود في المكان. فده المبنى التقليدي، لا أصبح فيه أوتوميتد بيلدينج، أصبح فيه سمارت بيلدينج، أصبح فيه كل شوية بيتطور الموضوع. دلوقتي أصبح لو أنا موجود في مول كبير وعايز أوصل لمكان، ففي تطبيقات تبع الأوبن ستريت ماب أقدر أقول له أنا عايز أروح مثلا المحل الفلاني، فيبدأ يقول لي اطلع الدور اللي فوق وكذا. يعني مثلا لو حصل حريق مثلا يبدا يقول لي انت مش بيقول للناس كلها، ده بيقول لنا انا موجود في الدور الثاني، لا امشي كده هتلاقي هنا سلم، انزل من السلم دوت. تمام، فاصبح بيكلمني انا، مش بيكلم الناس كلها، مش حاجه في المايك، لا ده حاجه في الموبايل بتاعي بيقول لي انت المفروض تمشي من الطريق دوت، بينبهني ليا انا شخصيا.
ده مثال برضو على ان انا براقب المعلومات ولحظه بلحظه، فهو اوتوماتيك بينبهني، الذكاء الصناعي ينبهني خلي بالك ان في يوم الفلاني بيحصل مشاكل. التطبيقات دي اغلبها اوبن سورس مجاني، يعني تقدر ان انت تفتح كده وتشوفها وتنزلها وتشتغل عليها وتعدلها وتخليها خاصه بك انت. طيب ده برضو هي مراقبه للمعلومات اهوت، وده برضو وده اوبن سورس يعني مجاني مجاني، يعني مش بقالك حاجه، انا بقول لك بس ايه، خد نزل ده اتوينس جي اس، ده بتقدر تحمل الكود وتقدر تشوف امثله حيه للموضوع الديجيتال توينز بحيث ان انت تقدر ان انت تشتغل بيه بكل سهوله. ده هنا انترنت اوف ثينجز، ده طبعا كل حاجه انترنت اوف ثينجز ده يعني حتى الثلاجه بتاعتك تقدر تتوصل بالسوبر ماركت وهي عارفه مثلا ان في حاجه ناقصه، فتبدا تقول لك مثلا انت عايز تاكل ايه وتجيب لك الطلبات والحاجات دي كلها. في ملابس ذكيه زي مثلا الساعه ديت، تمام، دي طول الوقت بتحسب انا مشيت قد ايه وتشجع الواحد ان هو يمارس رياضه، لو انا مش لاقي التليفون بدوس عليها تقول لي التليفون فين وهكذا. لو احنا محتاجين معلومات مثلا نحفر في المكان الفلاني، ودي مشكله بتواجهنا في اغلب الدول العربيه ان ما عندناش مخططات للحاجات دي، فكنت قاعد مع مهندس متخصص في الانفرا فبيقول لي لازم يكون عندنا موديل بيم بدل ما نحفر في حاجه غلط، لازم يكون عندنا موديل بحيث ان احنا نبقى عارفين كل حاجه تبقى موجوده فين. هل في مشكله في الصوت؟ طيب موضوع المدينه الذكيه في حاجات كتير جدا، في حاجات خاصه مثلا بالطرق، في حاجات خاصه بالمدينه، في حاجات خاصه بالمستشفيات، كل الحاجات دي لازم تكون متكامله مع بعض، وممكن تكون في مدينه ناقصه فيها حاجه مش مشكله، المهم انها بتحاول تكمل نفسها. طيب تكنولوجيا الجيم هي فكره كلها ان انت بتعمل نموذج للمشروع في كل التفاصيل بحيث ان انت تقدر تعمل حصر لتكتشف المشاكل قبل ما تحصل، كل الحاجات دي يعني في ناس افضل من الكلام فيها كتير ف مش هنطول فيها. لازم يبقى عندي رايت انفورميشن في رايت فورم فروم ذا رايت بيرسون، يبقى عندي المعلومات الصحيحه في الوقت الصحيح في الشكل الصحيح متوفره للشخص الصحيح. تمام، ده مثال مثلا لبرنامج الانفرا ووركس، بتقدر تشوف المبنى وتقدر تحط فيه المعلومات. القربة موجود كله، بيبقى عندي تكامل بين جي اي اس اللي عندي المدينه كامله، وجوه كل جزء في المدينه المبنى اللي موجود فيه بيديني المعلومات بحيث ان انا بعرف ان سلاك المايه كذا. انا مثلا في شهر من الشهور جالي رساله سلاك المايه بتاعك زاد الشهر ده، تمام، جاب لي رساله قال لي المعدل الطبيعي المفروض كذا، انت مستهلك حاجة بسيطة زيادة عنه، تمام. ممكن انا اكون ابدا افكر ايه اللي سبب زيادة الاستهلاك والحاجات دي، تمام. في مصطلح اسمه سي اي ام او سيفل انتجريتد مانجمنت، تمام، او بيقولوا سيتي انفورميشن مانجمنت اللي هو البيم بس على كبير بقى، لما بنتكلم على مستوى اكبر من مبنى احنا بنتكلم على مدينة كبيرة. خلينا نشوف الفيديو ده سريعا، حاول امشي زي ما انت شايف، انت بترسم بشكل سريع المدينة، الخط اللي انت رسمته بيتحول لطريق، مجرد ان رسمت خط تحول لطريق بكل تفصيل بتاعته. الخط اللي بترسمه هو بيتحول لطريق على طول. فالموضوع الديجيتال الرقمي ده جزء اساسي من موضوع السمارت سيتي. ده مثلا مثال كده لمدينه عندي مثلا اللايتنج، ليه اللايتنج او الاناره تبقى قاعده طول الوقت؟ هي ممكن تطفي لما يكونش في اي حركه، ولما تبدا العربيه تمشي تنور قبلها ب 30 متر 40 متر، بس لما يكون الطريق ما فيهوش عربيات
نوفر طاقه والاناره تطفي. تمام، يبقى في سنسور للفاير بشكل اقوى من اللي موجود دلوقتي. هي دي الفكره، ان احنا بنحاول نوفر الطاقه. في مره كنت في شركه من الشركات المتخصصه بالسمارت سيتي، ودخلت كده الاجتماع وكنت اول واحد قاعد بقى بجهز حاجات كده على اللابتوب لان انا مش بتحرك بالنسبه للسنسور، فراح قفل النور. فانا لسه بتحرك عشان اشوف مين اللي طفى النور، النور رجع. هو في سنسور اول ما انت بتتحرك بيبدا ان هو يدي نور، وقفت صنم بيطفي النور. تمام، فكانت فكره ظريفه يعني. فبيبقى في كميه معلومات رهيبه ما ينفعش شخص واحد اللي يحللها، لا لازم الكمبيوتر. طب تعال نشوف مثال حي على الموضوع دوت، مثال حي يعني دي معلومات بتتغير كل ثانيه حسب المشروع. زي كده مثلا تقدر ان انت تعرف كل المعلومات وتحليلها والحاجات دي كلها. ده مثلا مثال حي، مثلا عايز المصنع دوت بدوس عليه، ده فعلا هجيب لي المعلومات الحاليه بتاعت دلوقتي، يعني يقول لك ده فاتح قافل، تقدر ان انت تشوف فيديو، تقدر ان انت تقول له افتح لي الحاجه ديت وهكذا. فانت موجود في اي مكان في الدنيا، تقدر تدخل على المصنع بتاعك، تقدر تدخل على المدينه بتاعتك، تقدر تشوف كل حاجه وتاكد ان هي في مصطلحات كتير قوي يعني، بدل مدن رقم مدن ذكيه، في مدن رقميه، في كذا، تقريبا 70 مصطلح، وكل مصطلح فيهم بيبقى فيه بس ايه فروق بسيطه بينهم. فهو مصطلح المدينه الذكيه المستدامه اعتقد ان هو اشمل حاجه من المصطلحات ديت. فدي صوره كده للبيج داتا، ان انا عندي معلومات جايه من السنسور، عندي معلومات جايه من الاشخاص، عندي معلومات جايه من مراقبه الحاجات بتاعت استهلاك الميه، عدادات الميه، عدادات الكهرباء، كل الحاجات دي بتبدا تديني امكانيه ان انا اخد القرار ايه افضل حاجه بالنسبه لي. نقدر نقسم كل حاجه لطبقات، في ابلكيشن اللي هو الموبايل طبعا لازم ياخد المعلومات من داتا لاير، دي الراجل ما بيشوفهاش. الداتا لاير دي بتيجي من سنسور لاير اللي هي بتبدا تحسب كل حاجه. الموقع ده مهم جدا، زين سيتي ده عباره عن ايه؟ ان الحكومه عايزه تاخد قرار، هناخد هنتبنى اي مشروع، فبتبدا تحط عليه وتقول مثلا ده للناس بتوع مصر او بتوع اسكندريه او بتوع القاهره، فيبداوا يعملوا تصويت اني اهم. يعني هنا مثلا بداوا يصوتوا على الانفراستراكشر ولا الادوكيشنال ولا البابليك سيفتي، فيبداوا يعملوا تصويت ويبداوا يشوفوا احسن مشروع اغلب الشعب شايف ان هو ده المفروض ان هو يطبق. دي شويه فيديوهات بس عشان الوقت. فاحنا بالنسبه لنا عشان نمشي خطوات مظبوطه لازم نبقى عارفين احنا واقفين فين، المدينه حالها ايه دلوقتي بكل صراحه، بكل اخطائها، بكل مشاكلها، بكل حاجه نبدا نكتبها، ونبدا نحدد انهي نقط اللي احنا عايزين نتعرض لها دلوقتي وهي ليها الاولويه انها تتحل. كل مفيش مدينه في العالم مفيهاش مشاكل، بس في مدينه بتعترف بالمشاكل وتبدا انها تحلها. تمام، طيب دي امثله للسمارت سيتي، هتصدم شويه. دي بالنسبه لي ده نوع من انواع السمارت سيتي او الحاجات، ان في المجتمع بتاع النمل والنحل، في نظام، في سبحان الله يعني هم 12 نمله مقسمين نفسهم يشربوا بشكل منظم وحاجات زي كده. فدي مهمه جدا عشان نعمل مدينه ذكيه. انا بدات بمشاريع في الهند قبل ما ابدا بمشاريع من اوروبا وامريكا ووطن عربي. اتعرض سريعا لمشاريع موجوده في الهند لان لقيتهم فعلا الهند قريبه مننا، في اماكن كتيره اتحولت ل اللي هي بيسموها سمارت فيليج، او يعني عامله زي وادي السيليكون الموجود في امريكا. جابوا اماكن كانت فيها مثلا ايه خرده وناس يعني تحت خالص، وقدروا يحولوها لوادي السيليكون الامريكي. تمام، واغلب الشركات في امريكا بدات تحول للمكان اللي كان خرده. تمام، ليه بداوا يفكروا؟ قال لك احنا هنقسم المدن الذكيه لكذا نوع، وفي نوع مثلا مجرد ان هو بيقيس، في نوع بيبقى نتورك، في نوع بيدير، في نوع هو بيتصرف لوحده، في نوع سمارت وهكذا. وبدا فعلا يعملوا مدن ذكيه ويحط فيها افكار ظريفه. تمام، وبدا ان هو فعلا يقول لك انت المدينه بتاعتك هنا، وانت المدينه بتاعتك هنا، هنا انت في رياكتيف، في هنا
لا انت احسن، بدات تحسب المشكله بتحصل. انت هنا موفر انترنت للناس كلها ببلاش، مفيش نت، النت ما بيقطعش، تمام، ما عندهمش مشاكل نت. فبدأ يقول لك والله احنا عندنا مثلا هنعمل في افكار حلوه زي البابليك واي فاي، تمام، السمارت باركينج، احنا عايزين نعمل باركينج. انا مثلا في مره مرات كنت دخلت باركينج، وبعد ما خلصت ورايح ان انا ادفع الفلوس بتاعه الباركينج واخرج، فلقيت في اختيار جديد كده دوست عليه، قال لي نقدر نقول لك عربيتك بتاعتك فين. طب انا عارفها منين؟ ما هو في سنسور وحاجات كده، انا ناسي مكان عربيتي. لا انت راكن العربيه بتاعتك في رقم كذا في الدور الفلاني. فدي كانت خدمه كويسه جدا، وفرت عليا وقت ان انا اقعد الف. اللايتنج اللي موجود في النار اللي موجوده في الشارع بيبداوا يدرسوا الكربون المضر للبيئه، بيقللوه كل سنه قد ايه. الفيديو اناليتيك، يعني الفيديو ده مش بيصور بس، لا ده هو بيحلل اوتوماتيك ان في جريمه في المكان الفلاني، فابعت للشرطه. يعني مجرد تغلط غلطه خلال دقيقتين تلاقي الشرطه جت تقبض عليك. من ضمن الافكار برضه البسيطه ان في رقم موحد للشرطه وللمطافي والاسعاف، يعني لما تحصل حاجه ما تقعدش. هو الشرطه كان كام؟ حد فاكر رقم الشرطه من اللي موجودين في الشات؟ نكتبه، تمام، كل واحد في بلده مش مشكله. هو في رقم واحد، يعني في بعض الدول بتخليه 3 ساعات، وفي دول بتخليه 911، تمام، فبيكتب الرقم خلاص هو في حد فاكره 122 ومطافي. فبدل ما يبقى في كذا رقم هو اتصل برقم واحد، هو يبدا يشوف انت محتاج ايه، هل الحاسه بتاعتك محتاجه اسعاف ولا مطافي ولا بوليس، وعلى اساسه ممكن يبعت لك 3 عربيات او عربيه واحده. ففي فيديو اناليتيك هم بيبداوا، مش بيقول لك مدينه ذكيه وخلاص، ما هو ممكن كل الناس تقول لك مدينه ذكيه، لا هو مقسمها كذا كاتيجوري، وكل مدينه بيبدا يصنفها ويبدا يكافئ الناس اللي موجوده فيها. فهنا مثلا اللايتنج دي مثلا من ضمن الافكار ان هو يكتب لكل عربيه هنا سرعه قد ايه، فيظهر قدامها مثلا السرعه بتاعتك قد ايه، او السرعه بتاعت الطريق ده قد ايه. دي مثلا في مثلا دي مدينه ايه، دي في كوريا الجنوبيه مش الشماليه، كوريا الجنوبيه، عاملين شويه افكار حلوه جدا بحيث ان هم يبقى في واي فاي موجود في الزباله. على فكره الفكره دي انا شفتها في العراق، في مدينه في العراق عملوا كده بحث ان هم الزباله فيها اول ما تملى بنسبه 70% يبعت لعربيه الزباله احنا عندنا زباله هنا تعالوا خديها. فكانت فكره ظريفه جدا ما كلفتهمش حاجه، بس خلت ان العربيه ما تروحش وتلاقي المكان فاضي، او العربيه ما تجيش ويكون الزباله زيادة عن اللزوم وهكذا. فلو ان الفكره دي فكره ظريفه وفكره ممكن تطبق، دي اللي انا بقولك عليها، ان هنا اول ما تحط القمامه تبدا انها تشفت وتتجمع في مكان، مفيش عربيات بتلم زباله هنا، دي اللي موجوده في كوريا، تمام. دي برضو في كوريا عاملين برضو افكار حلوه قوي عشان الباصات، في سنسور يقدر يقول لك السرعه العربيه جايه قد ايه، طب العربيه دي المعتاد بتاعها توصلك المكان الفلاني بعد ساعه بعد ساعتين، فتقدر ان انت تاخد قرار. دي في برشلونه، برشلونه من اهم المدن الذكيه على مستوى العالم، في سنسور موجود بيبدا ينور اول ما العربيه تخرج من المكان مثلا، بيقدروا يلموا الكلام بشكل حلو. برضو في سيتي بايكس موفرين في كل مكان ان انت تقدر تاخد دراجه وتقدر ان انت تتمشى بيها. الانترنت في سينجس موجود في كل مكان في كل الحاجات دي. سنافوره بتقدر تدخل على الموقع ده، الموقع تقدر تاخد كل المعلومات اللي انت عايزها. دي برلين معموله 3D، دي مانشستر، دول كلهم تقدر تدخل على الموقع بتاعهم، دي الموقع بتاعتهم. انا هشير معاك الحاجه في دي في لندن، فتقدر ان انت تدخل في لندن تلاقي كل المعلومات اللي انت محتاجها. لندن من اهم النقط اللي بالذات مهتمه بموضوع السكيورتي، كاميرات في كل مكان بحيث لو حصل اي حاجه يقدروا ان هم يتصرفوا فيها بسرعه. سنافوره طبعا من اهم الدول، فيها فيديوهات كتير على القصه ديت. هم عاملين مثلا يقدر تشوف سرعه الرياح في اي مكان، تقدر في اي مكان تعرف المواصلات وهكذا. ده في سنافوره، ده الموقع بتاعهم بيقول لك البايك موجود فين، تقدر ان انت تعمل. كوبنهاجن برضو خدت من احسن المدن الذكيه. طيب بقى ندخل بقى على السعوديه، مدينه نيوم، الواحد بقى يتكلم بقى الدول العربيه شويه.
طبعا كل دوله فيها مدن ذكيه، حتى لو ايه يعني ضمن المدن الذكيه الجميله جدا في المغرب عاملين شغل كويس جدا في المدن الذكيه وفي الزراعه والحاجات دي كلها، والامارات وقطر ومصر وكل الدول، يعني كل دوله بتلاقي فيها حاجه كويسه جدا. اليمن برضو رغم كل اللي بيحصل ففي نقط حلوه جدا عندهم. تمام، دي برضو من ضمن الافكار المبهره جدا اللي هي موضوع ذا لاين، ان هو عمل طريق بحيث ان انت ما فيش عربيات، انت هنا ما فيش تلوث، تمام، انت بتركب مثلا المترو دوت وما فيش مكان ابعد من 5 متر تقدر ان انت تمشي له على طول، فمش محتاج ان انت تنسى تركب اي عربيه او اي حاجه خالص، مجرد ان انت راكب المترو وتقدر توصل. فدي تقريبا مش موجوده في العالم كله، يعني الفكره اللي هم عاملينها دي فكره كويسه. هو حتى بيقول لك ذا لاين ما فيش اي زيرو كارس زيرو ستريس، ما فيش اي مشاكل خالص. باريس 9%، لندن 14، نيويورك 30، لوس انجلوس 36. تمام، يعني مشروع كويس. الحكومه الذكيه بتاعت برشلونه بتوفر كل المعلومات دي. امثله برضو لو حد عايز يطلع عليها، برلين كل بتدوس بس عليها كده تدخل تلاقي كل المعلومات، هو الراجل اللي مشاور معاك بدون اي مشاكل خالص، ولا عايز تثبت ان انت مواطن ألماني ولا أي حاجة خالص، مجرد إن أنت موجود. طيب في سؤال بقى أو الحاجة الأخيرة، إحنا مش محتاجين مدن ذكية قد ما محتاجين المواطن يكون ذكي ويقدر إن هو يتفاعل مع الحاجات دي. إحنا محتاجين إن إحنا فعلا المواطن الذكي ممكن تعمل حاجات والمواطن ما يقدرش يستخدمها، فلازم ترفع الوعي، ممكن من خلال التلفزيون، ممكن من خلال الكلام، وأنت بتصمم هدفك الإنسان. يعني كان من ضمن الحاجات الدكتور عصام صفي الدين كان قالها لنا، كنت قاعد معاه في بيت المعمار مصر ربنا يكرمه، فقال لك المباني الشهيقه اللي بتتعمل، العمارات الرهيبه الانسان ما يقدرش يقع فيها، ما تقدرش تفتح شباك في دور 14 ما دام الطير ما بيقدرش يطلع فوق لاكثر من 5 6 ادوار، انت ليه طالع انت في الدور ال 20 والدور ال 50 والحاجات دي؟ انت مش قادر تفتح شباك، فانت قاعد طول الوقت في مكان مغلق، عندك مشاكل في التهويه، وتضطر ان انت تعمل شبابيك ازاز عشان تشوف الواجهه تشوف المدينه، فتضطر ان انت تركب اجهزه تكييف، فمشاكل كتير جدا. فالدول العالم كله بدات تبعد عن فكره الابراج، اكتر دوله كانت بتعمل ابراج الصين، ووقفت على الموضوع ده تماما وعملت قرار ممنوع بناء الابراج خالص. وتقريبا اوروبا كلها ما فيش غير يمكن هم 5 مدن اللي بانيه برج هنا برج هنا والحاجات دي كلها، اكتشفوا ان الابراج فوائدها اقل كتير جدا من المزايا بتاعتها، وبتعمل مشاكل كتير جدا، تكدس وعامل مشاكل كتيرة جدا في المرور والزحمة والحاجات دي كلها. دي أهم الاستندارات بحيث لو حد عايز إن هو يطلع ويستفاد بشكل قوي جدا عنها. دي أهم الحاجات الأهداف اللي إحنا عايزين نعملها. الاقتصاد الذكي لازم يكون في توفير للوظائف، ما ينفعش أبقى قاعد في مدينة ذكية ومفيش شغل فاضطر كل يوم أروح لمدينة تانية. إن أنا مش موفر خدمة أساسية في المدينة فدي حاجة سيئة، هتخليني كل شوية أخرج وأجي أخرج وأجي، فده هيعمل مشاكل كتيرة جدا. انا شاكر لكم جدا، يعني الشكر كله للحضور الكريم، وان شاء الله ما اكونش طولت عليكم، وفي انتظار الاسئله ان شاء الله. جزاكم الله كل خير، لو في احد عنده اي اسئله. جزاكم الله كل خير، انا هبقى هشير معاكم ديت بحيث لو بعد اذن باشمهندس محمد لو في حد عنده اسئله يا ريت. انا مش عارف اشير ازاي، بس لو في حد عنده اسئله. طيب انا هسال انا بقى، ايه تعتقد ايه اهم خدمه انت شايف ان المفروض انها تبقى متوفره في المدن الذكيه؟
التخلص الآمن من المخلفات. طيب انا اشوف. مظبوط مظبوط، موضوع التلوث والكمامة ده هيحل مشاكل كتير جدا. لو حد عنده سؤال، لو حد عايز يسأل ممكن يعمل راس هاند. الربط بين البيم والجي اي اس، تمام. الجي اي اس يعتبر زي الغابة، والبي اي ام هو الشجر اللي بنبدأ ان احنا نحطه، بيكملوا بعض. طيب انا هحاول ارد على الاسئله ان شاء الله. نظام الصرف والتغذيه في المدن الذكيه مش ثابت، كل مدينه بتبدا تشوف ايه الانسب ليها. احنا مثلا في لوسيل، دي مدينه في قطر، كان هم مدينة كده طيب، يقول لنا كل واحد هيعمل زي في كل مبنى بيبقى فيه نظام كده للصرف الصحي، بحيث ان كل واحد في كل دور بيبقى فيه زي شافت كده اتحط ده، وبعد كده في ترى معالجه وحاجات زي كده. فيها قصه كتيب كده خاص باللوسيل، كل مدينه بيبقى ليها سيستم معين. اه طبعا، في موضوع بسيط يعني، اشتغلنا فيه في كذا مكان، فموضوع بسيط ان احنا نطبقه، يعني مش بنخترع عجل، مش بنخترع حاجه جديده، هي موجوده اصلا. احنا مش بنلغي الانسان، ده هي المدن الذكيه اصلا معموله للانسان. المدن الذكيه تركيزها كله على الانسان، ان انت مش بتعمل حاجه، يعني ما ينفعش تعمل مدن ذكيه الانسان ما ينفعش ان هو يمشي فيها. يعني في حاجه اسمها بتقيس قدره الانسان على المشي، القاهره محتله فيها درجه محترمه، درجه كويسه جدا، تمام. ان انت لو وانت ماشي وقعت مثلا، فبتلاقي اقرب صيدليه ليك وحاجات زي كده. ما ينفعش تعمل مدينة معمولة كلها للسيارات، إن كل الطرق معمولة للإنسان. في مدن كده معمولة للسيارات، ما ينفعش إنسان يمشي فيها، ما فيش فيها لو حصل لك حاجة تقدر مثلا تصلح الدراجة بتاعتك، أو إن أنت تلاقي صيدلية، أو ما فيش طريق أصلا إن أنت تيجي تعدي إشارة المرور، هي يعني مخصصة للسيارات. في مدن كتيرة مصممة للسيارات. كيفية الربط بين الجي أي إس والبي أي إم؟ في كذا تكنولوجيا كده، زي مثلا إن حسب ما احنا عايزين، يعني ممكن لو احنا بنعمل كوردينيشن بنربط من خلال برنامج مثلا نفس ووركس او الانفرا ووركس، او برنامج جي اس بنقدر نحط فيه البيم، يعني نوجد يعني بلاتفورم يبدا هما الاثنين يبقوا موجودين فيه. ما فيش مدينه مستدامه من غير ما تكون، يعني لازم يكون الاثنين مع بعض. المدينه الذكيه لو هي ما فيهاش منطقه خضراء او منطقه مزروعه بشكل حلو، وده للاسف بلاقي كتير، ان في مدن كتير اثناء التصميم الاولي كان في مساحه كبيره جدا خضراء، لكن الملك كل شويه يقول لهم ايه المنطقه الخضراء دي حاطينها ليه؟ ما حط مكانها مثلا شويه مباني على اساس ان هو يكسب منها، هيأجرها ويكسب منها او هيبيعها ويكسب منها، فبتلاقي كل شويه بتبقى سيئه. مفيش مدينة ذكية في العالم كله. هو واحد بيسأل المدينة الذكية في مصر هل فعلا بتطبق فيها كل تقنيات العمارة الذكية؟ مفيش مدينة في العالم كله بتطبق فيها كل التقنيات، في مدن بتطبق فيها بعض الحاجات ومدن ما بتطبقش فيها بعض الحاجات. وعلى فكرة في كود نزل تبع مركز قومي للبحوث والبناء في بعض الشرطات الخاصة بالمدن الذكية، لسه نزل السنة اللي فاتت. في كود خاص بالمدن المستدامة، على فكرة الليد مش وسيله ان انا اعمل مدن ذكيه او مباني ذكيه، ده اللي بيقيس، يعني بعد ما بعمل بقدر اقيس. اه في حد بيسال سؤال حلو قوي، مهندس يوسف بيقول ان في تطبيق عشان يحدد اماكن ركن العربيات وغيره من التطبيقات، معنى كده ان الاستخدام مش توقف في مجال العماره بس، محتاج ناس تشارك في البرمجه والالكترونيات. مظبوط مظبوط، انت بتوفر المعلومات وبعد كده بيجي واحد مبرمج مثلا يستخدم زي اوبر مثلا. طيب في حد عنده اي اسئله؟ في مهندس يوسف اتفضل. كان تكمل سؤالي، ان هو كان
معنى كده ان هو ممكن يظهر تخصص جديد ان هو يدمج ما بين العمارة والبرمجيات والبرمجة والالكترونيات، بحيث ان هو يكون متخصص ان هو ازاي يوصل لحلول للمشاكل دي. تمام. هقول لحضرتك حاجة، هو اصبح دلوقتي مفيش حاجة اسمها انا مهندس معماري بس، بقى لازم معماري وحاجة تانية، معماري ومهتم بالاستدامة، او معماري ومهتم بالبرمجة، او في ناس كتيرة جدا مهندسين دخلوا في مجال البرمجة وفعلا بيعملوا حاجات خاصة بيهم، او ممكن مبرمج منفصل بياخد المعلومات دي ويستفاد منها. اصبح في تكامل جامد جدا بين كذا قسم، وفكره البرمجه دي هتفيدك كتير جدا ايا كان تخصصك. ممكن حاجه انت بتشتغل بيها وما بيش لاقي برنامج بيعملها، تعمل انت الجزء الخاص بيك. فموضوع البرمجه حاولوا تهتموا بيه، هتلاقوه لذيذ وسهل جدا يعني ان شاء الله. وواحده واحده هتبدا تدخل في هتلاقي ما فيش حاجه اسمها انا شغال كل حاجه مدن ذكيه، كل واحد فينا بياخد جزء صغير، والمهم ان احنا نقدر نتعامل مع بعض بشكل حلو بحيث ان احنا نقدر ننتج حاجه كويسه. اي كود بنتكلم عنه يبقى تبع مركز القومي للبحوث والبناء، في عاملين كود للبيم وكود للاستدامه وكود للمدن الذكيه، الحاجات دي كلها. انا قريت السنه اللي فاتت قبل ما ينزل، كنت محبوس في ايام الكورونا، وحد بعت لي على الموبايل وعلى الطيران. طيب في حد عنده اي اسئله ثانيه؟ ليه ما يكونش في هندسة مواد خاصة بدراسة المدن الذكية؟ والله دي ترجع يعني بيبقى فيه قوانين طبعا، ايه اللي هيدرس في الجامعات انا معرفش، لازم اوافق على زي كده. استاذنا دكتور ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام استاذنا، ازيك سيد الفاضل؟ ربي يسلمك، الله الحمد لله. الله يبارك فيك. هو سؤال يعني حضرتك جديد، انا يعني اتعرضت له كتير وعارفه. بالنسبه للمباني الذكيه والسمارت سيتي اللي بيتم انشائها من الزيرو او من الاول وجديد من ساعه التصميم، اوكي دي انا حسبها، لكن المباني الموجوده ازاي انا اخليها مستدامه، اخليها سمارت عملي؟ يعني في مباني يعني مستدامه وفي نفس الوقت تكون توصل ان انا احقق كل عناصر العناصر اللي فيها بالنسبه للمباني الاكزيستنج وليس مباني قائمه حاليا. تمام يا سيدي الفاضل، شكرا جدا على السؤال الجميل ده. بص يا سيدي الفاضل، طبعا دكتور ابراهيم استاذنا هو يعني ايه بيمتحن في الحاجه ديت، فان شاء الله احاول ايه اجاوب على قد ما اقدر. هي مش هدف مني ان انا اعمل 100%، لان انا مش تارجت عندي حاجه زي كده، لان انا مش هدفي ان انا اخد ميداليه، ان انا هدفي ان انا اعمل حاجه للانسان عشان الهدف الرئيسي بتاعي ان ربنا يرضى عليا. فانا ممكن اعمل حاجه صغيره جدا، يعني اقول لك حاجه، احنا كنا محكومين مثلا في مره من المرات الشركه اللي انا فيها كانت واخده اوريدي، كانت واخده فعلا شقه مثلا في عماره، والشقه دي كان فيها مشكله ان مفيش ولا شباك مفتوح، تمام؟ فكان في مشكله في الهواء، ففي حد من الموجودين جاب جهاز وقاس الهواء، فلقينا ان احنا هنمرض لو احنا قعدنا في المكان دوت، لان هنقعد اقل ساعه 10 ساعات مثلا في اليوم، فمشكله. فكان قعدنا نفكر، فلقينا مثلا في فكره، طبعا في سنسور بيراقب، دي حاجه ذكيه، في ان احنا جبنا نباتات موجوده في المكان بدات تنظف الهواء. في مثلا مكان تاني بدانا نحط فيه الواح طاقه شمسيه، فاصبح المكان استهلاكه للطاقه اقل من اللي هو بيجيبه، يعني بقى ممكن يصدر للشبكه العامه للمدينه. فاصبح ان انا ما بقاش استهلك، اصبح ان الاستهلاك بقى زيرو. بدانا نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نقلل استخدام المايه فيها. احنا مش هنقول ان احنا مش هنستحمى عشان بس الناس بتتريق علينا، مش بنقول في دكتور كان في حد كان عمل رساله قعد 4 سنين ما استحماش عشان يوفر الميه، بيقول لنا احنا لا احنا هنستحمى كل يوم، بس الفكره كلها
ان ممكن نستخدم مثلا دش بيعمل رذاذ فبتسحبه بشكل حلو وكويس جدا، بس الاستهلاك بتاع الميه قليل. تمام، فهي الفكره كلها انا مش مطلوب مني ان انا اعمل كل حاجه، انا مثلا ممكن اعمل مثلا حاجه صغيره جدا في الشقه بتاعتي، ان انا اول ما اخرج يطفي النور، اول ما الساعه بتاعتي فيها لوكيشن فبيقول له ان الشخص ده بعد بمقدار مثلا 50 متر مثلا عن البيت، اطفي كل حاجه موجوده في الشقات، في التلفزيون ممكن يكون لسه التلفزيون، اطفي كذا. فممكن مثلا حاجات كتير جدا ممكن تعملها تبقى صديقه للبيئه ومش مكلفه ومش لازم اعمل 100%، يعني ممكن ناخد افكار معينه ونطبقها. ايه اللي ينفع اول حاجه اعملها؟ اعرف ايه المشاكل اللي عندي، ابدا اكتبها، ابدا اشوف ايه اللي ممكن تتحل، طب ايه اللي ممكن يكون تكلفته قليله اقدر اعملها دلوقتي مش لازم استنى كتير. وبنبدا نعمل واحده واحده، سواء للمدينه سواء للشارع سواء للبيت سواء لكذا، نبدا نفكر زي ما حصل موضوع الكوفيد 19 مثلا 12، فبدا الناس تفكر ايه ده، انا بدوس على الزرار بتاع الاسانسير ممكن ينقل الفيروسات، طب ممكن نخلي الزرار بتاع الاسانسير ده ان انا احرك ايديا قدامه مش لازم ان انا المسه، او ان الناس كانت بتستخدم مثلا ولاعه، او يعني نبدا نشوف ايه الحاجات اللي تقلل الانتقال الفيروسات. في حاجات ممكن ما دام مبنى قائم تبقى صعبه شويه، بس في مليون حاجه سهله انها تتعمل ومش مكلفه. ممكن يعني هو حتى دلوقتي بدا مثلا، لما كنت شغال في السمارت سينج والحاجات ديت، فكنت بتكلم عن حاجات كتيره، ففي حاجات مش محتاجه ان انا امد اسلاك، يعني انا جبت كذا لمبه عندي في البيت حقيقي، اللمبات دي مش محتاجه ان انا امد لها اسلاك، ده بتتوصل كده في الحيطه بتلزق، او في حاجات مثلا بتحطها بتغير بس المشترك او الفيشه وتحطها. ففي حاجات كتيره جدا مش محتاج ان انا اقصر عشان امد اسلاك، دي حاجات كتيره جدا اتعملت لان الناس كتيره محتاجه الموضوع دوت. امازون منزله بعض التكنولوجيات، جوجل في حاجات، شركه اسمها سنوف دي شركه صينيه فاسعارها كويسه، وهكذا. بخصوص ال 3D سكاننج، هل بتعمل مره واحده المدينه؟ هو الاصل هو بتعمل مره واحده المدينه، بس لو انت عندك تطورات بتبدا تشوف، يعني هو انت بتاخد القرار، يعني في مشاريع بتعمل 3 4 مرات. ليه بتعمل مره قبل ما نحط السيلينج، مره بعد ما حطينا السيلينج، حاجات ديت. في حاجات بتعمل كل يوم ليزر سكان كل يوم في شركات اللي هي المحطات بتاعه البترول، تمام، وهكذا. في دلوقتي مثلا في اخر تكنولوجيا موجوده، ودي صديق مصر عملها في الامارات، كان بيعمل ايه، في اللي هو الدرون كان بيطلع يصور المكان واوتوماتيك بيعمل تغذيه عكسيه على البروفيرا، فيقول له ان في النهارده اتبنت ايه، يعني بيديله الاكشوال اللي اتبنى، هو عنده البلاند الحاجات المخطط ليها، فبيقول له كل يوم بيبقى عارف ايه الحته اللي اتبنت، فبيعكسها على برنامج البروفيرا او برنامج البيم اللي بيقرا من البروفيرا، فاوتوماتيك بيبقى عارف اخر حاجه اتبنت كل يوم ايه. في واحد بيقول المهم ان احنا بنطبق حاليا في مصر انظمه البيم باستخدام الريفت للمشاريع الجديده. احنا للاسف احنا بنشتغل ريفت مش بنشتغل بيم لاسباب كتير، بنشتغل ريفت مش بنشتغل بيم. وعلى فكره اغلب رسائل الماجستير والدكتوراه الفتره اللي فاتت دي كانت بين كلمه الريفت غلط، لان المصحح بيكتب له الكلمه اللي هي معناها مسمار، فبيعكس له الار والاي، تاكدوا منها هتلاقوا اسم البرنامج او اسم الرساله نفسه مكتوب غلط بسبب حاجه زي كده. بالنسبه للبنى السكنيه للمجتمعات الجديده اللي بتنشا حاليا، زي جاهزه انها تبقى مناسبه للتحول لمدينه ذكيه؟ انت بتحط فيها وسائل للمدينه الذكيه، انت اولا بتعمل لها زي طاقم رقمي بحيث ان اي حاجه تحصل قبل ما تحصل تبقى انت متنبئ بيها. اسكان حكومي متوسط واجتماعي، كل الحاجات دي بنقدر يعني بسهوله بتحط في شويه افكار، بتبدا تشوف ايه الاولويات. يعني انت خدت افكار كتير جدا، رحت مثلا مدينه زي دبي او في قطر هنا مثلا لوسيل، شفت 100 فكره ممكن حاجات تعجبك. في افكار موجوده ده في 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 السعوديه مش موجوده في دبي، يعني مش لازم كل الافكار تكون موجوده، انت بتبدا تشوف انهي فكره اللي انا عايز اطبقها. هنرجع مثلا في مصر، عايزين نحط مثلا تبقى في سهوله للعجل، دي هنطبق الفكره دي من ضمن الافكار اللي هنطبقها. في فكره ثانيه مش هينفع تطبق، في فكره مثلا ان احنا عايزين صيانه في نفس اليوم لاي حادثه، مجرد تطبيق الموبايل لما تشوف حادثه تروح تصورها بالموبايل، مجرد صوره وهي توصل بالتطبيق فتعرف الموضوع ده. يعني في الاوبن ستريت ماب، انا ماسك اوبن ستريت ماب ايجيبت في مصر،
كان في كذا دوله افريقيه عمل الموضوع دوت، ان انت لما تروح مكان حكومي وتلاقي فيه مشكله بتشغل التطبيق بيبقى فيه زرارين اخضر واحمر، لو في مشكله بتدوس احمر، لو في رشوه لو في كذا لو في كذا. فالمكان اللي يحصل فيه ان علامه حمراء كبير ده كان في دوله افريقيه مش مصر، فيبدا يبان ان في مشكله في المكان ده. التطبيق من ضمن تطبيقات المدن الذكيه، مستفاد من المعلومات بتاعه المدن الذكيه واللوكيشن والخريطه وكل الحاجات ديت. فالمسؤولين عن الحكومه بيبداوا يشوفوا المكان اللي فيه لون احمر كتير ده ماشي الناس الموجوده او عاقبهم او كذا، بحيث ان فعلا بدا الحاجات السيئه تمشي في المكان ده. من ضمن التطبيقات فيه طبعا تطبيقات كتير جدا، مشاريع جديده في المدن الجديده الجيل الرابع. ما فيش مصطلح علمي اسمه الجيل الرابع حسب علمي، يعني ده مصطلح تسويقي. طيب في حد عنده اي سؤال؟ دكتور محمد كده اعتقد ان مفيش اسئله تانية، ولو في اي حاجه ممكن الناس تتواصل على صفحه المبادره على الفيسبوك. بنشكرك يا مش عمر على يعني على وقت حضرتك، وبنشكر كل الحضور، وان شاء الله يعني مستمرين كل اسبوع ان شاء الله حضرتك. الف شكر حضرتك، جزاك الله كل خير. الف شكر سيد.